إلى أخبار أنديتنا. استأنفت تشكيلة اتحاد الحراش تدريباتها استعدادا للموسم الجديد بملعب أول نوفمبر بالمحمدية عقب صلاة التراويح. الزميل بدر الدين حجام حضر أول حصة ورصد التالي. إيه احنا نوجد روحنا مع الكلمة، نوجد روحنا ماهوش نوجد روحنا باش نكونوا محضرين على خاطر الشامبيونة ما تبداش كما مولف لوكاتور الاوت ومولف بكري 26 سبتمبر، دونك كاين شهر ولا وزو زياده اللي يقدم نافونسينا البدايه نتاع التكوين درك على هذه. كما يقول لك رانا بدينا دوك البريباراسيون تاعنا وان شاء الله تكون هذا العام خير من العام الجاي ان شاء الله. ومستقبل تاعي مع الفريق انا مازال لي مرتبط مع الفريق بعام واحد اخر ان شاء الله. ان شاء الله نتفقوا انا والمسيرين باش نكمل العقد تاعي في اتحاد الحراش، نشرف العقد تاعي ان شاء الله. كما نقول لك الشارف معروف بلي يبدا بريباراسيون قبل لي زيكيب الاخرين، مع لي ديسبيتمون تاع لي جوار هادو اللي جابهم برومي جور، هذا برومي جور تاع ديسبيتمون تاع لي جوا اللي عاودوا تلمينا وزموه. ان شاء الله نبداو من اليوم ان شاء الله ونبريبارو العام الجاي ان شاء الله. باش طموح اي واحد يحب الطموح تاعو يكون الفريق الاول المنتخب الوطني، وان شاء الله نوصلوا بالعمل ماشي.